بعد 24 شهراً من الإغلاق بسبب وباء كورونا، بدأ موقع حمامات عفرة بالطفيلة باستقبال زواره من جديد. المواطنون الذين بدأوا بزيارة الموقع لم يلمسوا أي تغير يذكر في هذا الموقع لجهة إعادة تأهيله، خاصة وأنه مغلق لفترة طويلة كانت كافية لإعادة تأهيل مرافقه. بنعاني من سوء خدمات في هذه المنطقة، أيضا بنعاني من سوء في الطريق، الطريق التي تنزل على هذه الحمامة الطريق ضيقة ومتهالكة وخربانة، شبكة النت وشبكة الاتصالات غير موجودة ومعدومة. اليوم احنا بزيارة لحمامات عفرة، تفاجأنا بعد انقطاع سنتين بأن الموقع لسه يفتقد لخدمات. ما يخص الطريق الواصل لهذا الموقع، طريق ضيق بحاجة لصياني، بحاجة لتوسعة. ما يخص البرك بحاجة لتوسعة برضو كمان. كادر طبي ما فيه من ناحية إسعافات أولية، واحد وقع، واحد معاه قلب، واحد سمح الله معاه أي مرض، من ناحية إنه ما فيه إسعافات أولية. ثاني شيء الإنارة، اللي يعني من ناحية كمنتجع سياحي هذا لازم يكون فيه شغلات يستغلوها كسياحة، ناس تقعد، ناس حواليها إيش مسطر، خيمات، إشي يعني لا تأخذني بالانس لا يوجد. مات غير مريحة بشكل عام، لا تزال تعمل من خلال مولدات لتوليد الطاقة الكهربائية، يتم إطفاء هذه الإنارة الساعة 12 ليلا. مديرية سياحة الطفيلة أوكلت مهمة تشغيل هذا الموقع وإدارته لإحدى الجمعيات بالمحافظة، والتي رأت بأنها تسلمت الموقع بوقت مبكر قبل إتمام الصيانة الكاملة له. بدأنا بسبب الضغوط من المجتمع المحلي على الجمعية وعلى وزارة السياحة بالإسراع في تشغيل الموقع واستقبال الزوار دون إكمال الصيانة النهائية، ونأمل إن شاء الله خلال الأشهر القليلة القادمة أن نقوم بمزيد من الصيانة والإصلاحات والتطوير في الموقع. 5 برك مائية موجودة بالموقع ومغارة للمياه الساخنة تصل حرارتها إلى قرابة 50 درجة مئوية، جميعها تفتقر إلى عناصر السلامة العامة لزائريها. بعد 2 من الإغلاق بسبب تداعيات جائحة كورونا، تبدأ حمامات عفرة باستقبال زوارها من جديد في هذا الموقع، وسط مطالب وأمال منهم بأن تكون الخدمات بأفضل حال مستقبلا. ليث السوالقة، قناة المملكة، محافظة الطفيلة.